جينا بقى ونشوف هنعمل ايه ناكله النهارده بعد ما عملنا العصير الحلو ده. دوتوا العصير صح؟ اه حلو قوي صح؟ صح. طب ايه رايكم؟ ما ديتوش؟ هدوهولك. يا سلام، هنعمل عصير تاني اصلا. بس ايه رايكم بقى اقول لكم على سلطه لذيذه لذيذه مش عاديه هنعملها النهارده ونتعلمها؟ سهله قوي ان احنا نعملها لوحدنا من غير لما ماما تساعدنا، ومفيده جدا 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 جدا. هنعمل سلطة الحمص بالجزر، بس هنشوف مع بعض هنعمل ايه. انا هطلب من حضرتك انك تفضيلي الحمص هنا، وشوية جزر بساط هنا، وشوية بقدونس هنا، وشوية بصل هنا، بس الحمص كله. اوكي؟ هديكي بقى يعني ايه؟ نحط كل الحمص. كل الحمص، اتفضلي معلقتك. انا وانتي بقى يا استاذة ساندي هنعمل ايه؟ هنعمل الصوص او الدريسنج في اقوال اخرى. طيب محتاجين ايه؟ معانا في الدرس. حطي، يلا اشتغلي. حطي بقى الحمص. لا حطي كده، يا احنا لسه هنعمل كده. حطي كده على طول. اوكي. ونقول خلصيه نزليه تحت. هنا بقى الدريسنج بتاعنا هنعمل ايه؟ ايه ده بقى يا استاذه ساندي؟ ده عسل. ده عسل، هناخد معلقه عسل حلوه كده اهو. اوكي. ماشي. وبعدين بعد لما ناخد معلقه العسل، هي معلقه يعني احنا محضرينها، هناخد شويه ماسترد. دي مستردة برضو، دي معلقة هنفضيها. أوكي. وبعدين هناخد شوية ثوم، أكيد مش كله كده مثلا. حلوين قوي كده. وبعدين معانا ممكن تساعديني يا سندودي نحط دول تحت؟ شكرا. دول حلوين كده؟ اه حلو قوي كده. استني بقى نحضر الدريسنج واجيلك حالا. شوية بقى ايه يا سندودي؟ كمون. انت مركزة في الدريسنج عشان تعمليها في البيت صح؟ ولا ايه؟ كمون، شوية ملح، بصوات كده اهو مع العسل بقى عشان يبقى سويت نصور. وده فلفل اسود. ايوه. واحنا خلصنا دول، ممكن ننزلهم تحت. شكرا يا ست البنات. الاكله دي بقى فيها فيتامين الف، ممكن ننضف برضو ورانا هنا مناديل هتلاقيها تحت. بيحمي مثلا العين، بيقلل خطر الاصابه بالعدوى والفيروسز والحاجات اللي احنا كنا متضايقين منها طول السنين اللي فاتت دي. واحنا في الشتاء بقى ناخد بالنا مثلا، تخلينا يبقى عندنا ايه؟ اه ما يبقاش عندنا برد مثلا. شكرا يا ست البنات. يلا خلطي بقى الدريسنج كويس قوي 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 قوي. والجزر بيقوي الايه؟ النظر. النظر، عشان كده بيحمي العين وبيظبط الدنيا. حلوه قوي الحبه اللي انت حطيتيهم دول. ممكن نزود شويه بقدونس وشويه جزر تاني يا استاذه، ايه رايك؟ تساعديني؟ احنا مش عايزين المعلقه دي، حطها في الطبق. ممكن مثلا شويه جزر، عشان الجزر بيقوي الايه؟ النظر. النظر، فهتبقى افيد لو نخلي الجزر. ليه بقى الجزر؟ علشان بيقوي النظر. غير ان هو بيقوي النظر، كل ما حطينا الوان في السلطه، دي معروفه بقى، دي قاعده بقى نعرفها كده، لما نحط الوان في السلطه كل ما فايدتها بتبقى تزيد. ايوه ازيد بالظبط. الله عليك يا ست البنات، برافو يا ان، حلوه قوي. ايه اكتر سلطه بقى بتحبوا تاكلوها اصلا؟ سلطه الخضار. الخضار العاديه؟ اه الخضار العاديه، لكن عليها ليمون. عليها ليمون، والليمون مهم على فكره. ممكن نحط الليمون هنا طبعا. انا بحب احنا النهارده عشان الدريسنج بتاعنا برضو فيه ماسترد وكده، واللي انت بتحبيه تقدري تزوديه، بس يعني هنا الدريسنج المظبوط يعني المظبوط بالوصفه هو اللي احنا لسه عاملينه ده. حلو قوي. ممكن شويه ايه؟ شوية بقدونس تاني هيدوا تكسير. حط بقدونس كله. اه قلبيه كله كله كله. ما تجهزي قولي لنا. في بصل يتحط ولا لا؟ احنا حاطين بصل حلو صح؟ ولا عايزه تحطي بصل تاني؟ انت بتحبي البصل الكتير؟ اه حط بصل تاني. ماشي نحط بصل. يا سلام، بصل مهم قوي ومفيد قوي. انا قلت يعني عشان ما ضايقكوش. طب ايه رايكم بقى لو عملتوا السلطه دي في البيت؟ سهله قوي صح؟ اه. قولوا بس ماما تجهز لكم الحمص، وانتوا تبشروا الجزر او ماما تبشره، ونقطع شويه بصل، نعمل الدريسنج بتاعنا، تبقى حاجه مفيده وجديده كمان، نوع سلطه جديد صح؟ اكله حلوه. اكله حلوه. ننضف هنا، احنا جاهزين بقى للدريسنج. حضرتك جاهزه؟ اه. ماشي يلا بينا. نحط بقى هنا؟ نحط بقى ايه؟ سوري، حطي الدريسنج. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ايوه حطي الدريسنج كله كده. استني. شكرا 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 شكرا. حطه بقى تحت. ايوه نحطه تحت اللي خلصناه. اول باول طبعا في البيت بنحطه في الحوض ونغسل المواعين على طول، عشان ما نسيبش المطبخ لماما، مش بنبقى داخلين نساعدها وفي الاخر ايه؟ نبوظ لها الدنيا ونسيب لها مواعين اكتر. هنحط دي فين؟ والدنيا فوق بعضها. تحطيها تحت في الطبق.
اوكي. دلوقتي احنا السلطه بتاعتنا جاهزه على الدوقان، انتوا جاهزين تدوقوا؟ اه ماشي هندوق طبعا. بس عايزه اقول لكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، اكله بسيطه سهله جدا مفيده جدا، فيها عسل، فيها ماسترد بيدي طعم حلو، فيها حمص، فيها جزر، فيها بقدونس وبصل، وطبعا الدريسنج فيه توم اوريدي، ومفيده ومفيده جدا 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 جدا. جهزناها في قد ايه؟ اقل من 5 دقايق والله، اقل كمان. هندوق بقى احنا طبعا كده اهو، احنا مع نفسنا عشان احنا نحب ندوق قوي اللي احنا بنعمله ونتاكد بنفسنا قد ايه الاكل جميل. وبكده نبقى وصلنا طبعا لنهايه الرحله بتاعتنا، هنروح نغني اغنيه حلوه ونرقص عليها وندوق الاكل بتاعنا ونقول لكم ايه، باي باي. قول لهم باي باي وندوق. باي باي.